ايه المنتظر في الفترة الرئاسية الثالثة؟ السؤال ده هل فعلا ممكن نشوف حاجة تانية؟ العكس، ايه اللي هيحصل المصريين اكتر من اللي حصل لهم دلوقتي؟ يا ترى رايحين فين سياسيا اقتصاديا في ظل تردي اقتصادي واضح، في ظل تصدر السيسي اللي بقى بيتكلم من دماغه هو بس، هل هيفضل مصر على مشروع الوهمية؟ وايه اللي ممكن المعارضة تعمله في الفترة الرئاسية الثالثة؟ دي اسئلة كتيرة أنا منتظر إجابة منها من الكاتب والناشر الأستاذ هشام قاسم. أستاذ هشام، كل عام وحضرتك بخير وأهلا بيك. أهلا أستاذ محمد، وراك بالصحة والسلام. والله سريعا كنا نتمنى يعني اللقاء يطول، بس اتأخرنا يعني بسبب حاجة تقنية غالبا عندك. يعني خليني أسألك السؤال الأول، يعني أول سؤال، ما الفروق كأنت ككاتب اللي لاحظتها في حفل التنصيب السنة دي عن الحفلتين أو عن المدتين السابقتين؟ حالة الإبهار والبهرجة اللي شفناها يعني اللي هي تكاد تكون ما كانتش موجودة خالص في أول أداء يمين القسم الجمهوري اللي هو كان في المحكمة الدستورية العليا، وكان يعني احتفال بسيط او حتى ما نقدرش نقول احتفال، يعني كانت مراسم اتسمت بالبساطه. الحقيقه اللي فاتت 2018 مش الواحد مش فاكرها قوي، لانه يعني ايه دخل لمرحله انه ما كانش مهتم قوي بواقعه زي دي، لكن المره دي اي حد قعد انتظر بحكم ان قالنا انه هيبقى في العاصمه الاداريه الجديده وشاف اللي حصل، فطبعا كان شيء زي ما يكون يعني ابتعاد او خلاص فراق مع القاهره القديمه. الدافع بالمشروع اللي ظهر مع عبد الفتاح السيسي بالنقل مقر الحكم من القاهره القديمه الى، يعني احنا استنينا برضه في القاهره ولكن لأسباب دستورية طبعا ان كان لازم يعني يحصل تعديل دستوري عشان العاصمة تنتقل خارج القاهرة، لان ده شيء منصوص عليه في الدستور. فتم ضم المساحة الجغرافية اللي تقع فيها ما يسمى بالعاصمة الإدارية وبقت في القاهرة، انما طبعا كانت حاله البهرجه دي والاحتفاليه اقرب يعني فكرتنا بتنصيب الملك تشارلز او احتفالات تنصيب الملوك اكتر ما هي رئيس بيؤدي يمين دستوري. طيب لفت نظر بس انك بتقول دلوقتي انت في 2018 ما كنتش مهتم. هل تعتقد ان المصريين السنه دي كانوا مهتمين ولا كانوا زيك في 2018؟ لا، هي لفت النظر حالة البهرجة دي أو البذخ اللي ارتبط بالأداء اليمين، فتم التداول بقى الأفلام على الإعلام الاجتماعي أظن أكتر من الناس اللي شاهدته كبث حي. القصص اللي حكيت بعد كده أدت إن كتير أقبلوا وشاهدوا ده، وكثرت التعليقات يعني بخلاف ما حدث في 2018 اللي هو كان فيه خيبة أمل، يعني لأن في النهاية في 2014 فعلا في ناس خرجت وانتخبت السيسي وكانت فيه طوابير بالمقارنة بالمسرحية الهزيلة اللي حصلت في 2018 والمرشح اللي كان بيدعو للرئيس نفسه، يعني ما حصلش الاهتمام وبالتالي ده برضو ما كانش حاصل. لكن لما طلعت السمعة بأنه في بهرجة وفي يعني مشاهد كده زي ما قلت أقرب بتنصيب ملك، حصل الاهتمام في الإعلام الاجتماعي. أستاذ هشام، يعني ألا ترى معي أنه السيسي الاحتفال ده بيتناقض مع دعوته للصبر والتقشف وتحمل الأزمة الاقتصادية الطاحنة؟ بنجده مصر على الفشخرة والبهرجة واحتفالات تنصيب هي أقرب إلى الملكية من الجمهورية.
هل في ده يعني رسالة؟ هل المبالغة في الاحتفالات كانت رسالة من السيسي لجهة ما للشعب، أم تأكيد لنفسه بأنه سيظل يحكم أو بيظل يحكم؟ يعني أنا وأنا بتفرج على المشهد ده افتكرت جملة قالها في خطاب قبل كده، لما قال أنا قلت لهم بقول لكم إيه، أنا عملتها خلاص. طبعا أنا مش عارف هو كان بيخاطب مين ساعة ما حكى لنا إنه كان بيخاطب حد وقال أنا عملتها خلاص، إنما المشهد ده يوميها كان زي ما يكون تأكيد إن أنا عملتها خلاص، إن أنا في دماغي مشروع تسبب في تعثر اقتصادي كاد يؤدي إلى إفلاس الدولة وسقوط النظام، حصل ظرف إقليمي أخرج النظام من شبح الإفلاس، فكان زي نوع من التأكيد إن أنا مستمر في مشروعي حتى لو في اعتراضات عليه، حتى لو أنا بطالب بتقشف أنا بعمل حاجة كبيرة، ده في اعتقاده طبعا شخصيا، وكان نوع من التأكيد على إن ده أصبح أمر واقع.